تحيات لحضرتك طبعا وللسادة المشاهدين الكرام. في الواقع أن الهدف الرئيسي من هذه الانتهاكات هو محاولة إخراج السوريين من داخل تركيا بالقوة، خاصة أن أغلب هؤلاء السوريين لديهم أو باتت لديهم مصالح أو أعمال في الداخل التركي، وعملية أيضا البعض منهم لديهم أبناء في التعليم وغيره من الالتزامات في داخل تركيا. الآن تركيا تحاول أن تعجل من عملية ترحيل هؤلاء السوريين لتحقيق هدف أردوغان، وهو نقل مليون لاجئ سوري خلال عام إلى الداخل السوري ومحاولة تغيير ديموغرافي في بعض الأماكن. أيضا عملية الترحيل في هذه الظروف في ظل بنية تحتية غير مؤهلة في الوقت الراهن في الداخل السوري هو انتهاك حقيقي لفكرة حقوق السوريين، ناهيك أيضا عن ما يتعرض له السوريين من عنف، سواء كنا نتحدث داخل أماكن الترحيل أو حتى داخل المخيمات أو الأماكن التي يقومون بها في الداخل التركي، سواء كنا نتحدث عن هذه الانتهاكات من قبل الحكومة ذاتها، الحكومة التركية والنظام التركي، أو من قبل المواطنين الأتراك اتجاه الأشقاء السوريين. وهذا الأمر ربما يعني يحاول من خلاله النظام التركي أن يضغط أيضا على المجتمع الدولي لكذب المزيد من الأموال بأن هناك أعداد كثيرة من اللاجئين يعاودون إلى الداخل السوري، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم خطة أو مخطط أردوغان في شمال سوريا. وربما هو هذا هو الهدف الأوضح والأبرز في الأعمال في شمال سوريا، أو من خلال معاملة النظام التركي للسوريين. طيب أستاذ محمد، اليوم مراكز الترحيل هذه ألا تخضع لنوع من الرقابة ولو من قبل المنظمات الحقوقية، وما تأثيرها؟ يعني حتى ولو كانت هناك رقابة، يعني هذا الأمر في الغالب بيختص بالنظام التركي، وإن كانت هناك رقابة النظام التركي يعتاد دائما على الانتهاكات الحقوقية تحت مرأى ومسمع من المنظمات الحقوقية، ودون معاقبة أو مواجهة هذا النظام ينتهك أبسط حقوق شعبه في العديد جدا من الأمور، والآن ينتهك حقوق السوريين بهدف عودتهم أو إرغامهم على العودة إلى الداخل السوري بصورة متسرعة أو صورة سريعة، وهو أيضا أمر في غاية الخطورة. المشكلة ليست في المنظمات الحقوقية فقط، ولكن حتى في المنظمات الدولية المسؤولة عن عودة اللاجئين وعن الرقابة التي يجب أن تكون من قبل المجتمع الدولي في عملية ترحيلهم وعودتهم مرة أخرى. النظام التركي يعيد هؤلاء الأشخاص بالقوة، يعيدهم بدون أي يعني عملية حسابات، كيف سيعيدون المسكن الآمن، كيف سيعيش هؤلاء، كل هذه الأمور مسألة تحتاج إلى وقت. والنظام التركي أو أردوغان مرهون ببرنامج زمني في محاولة من لكسب انتخابات 23 التي يعني باتت مقبلة. يعني النظام التركي الجميع يعلم بأن خطته في أن يكون هناك مليون لاجئ سوري يعودون إلى داخل الأراضي السورية هي خطة طموحة أو غير واقعية للغاية، وهو يحاول أن ينفذها بالقوة، وهذا الأمر في غاية الخطورة، ربما يعني يحتاج إلى رقابة أكثر من المجتمع الدولي ومنظمات الدولية، وليس فقط المنظمات الحقوقية المسؤولة والمعنية بحقوق الإنسان. طيب أستاذ محمد، اليوم ما تأثير تصعيد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في على هذه الانتهاكات التي تتم ضد اللاجئين السوريين؟ يعني هذا التأثير بات واضح منذ فترة طويلة، يعني خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين بات واضح منذ فترة طويلة في الداخل التركي. نشاهد أعمال القتل من قبل الأتراك السوريين، نشاهد كيف ينظر الأتراك إلى السوريين على أنهم جاءوا لينتقصوا من قوت يومهم، بأنهم قللوا فرص عمل الأتراك، في حين أن السبب الرئيسي في سوء الأوضاع المعيشية في تركيا وغيرها من الأمور الاقتصادية ليس اللاجئ السوري، ولكن هي سياسات النظام التركي ذاته التي دفعت بأموال أو بضرائب الأتراك في حروب التي دفعت بها في دعم مرتزقة، التي دفعت بها في دعم إرهابيين وغيرها من الأمور التي ربما يعني
قتلت حديثا في المجالات الإعلامية والبحثية وحول كيف كان يساعد النظام التركي هؤلاء المرتزقة وغيرهم في العديد من الدول. وصلت الفكرة. محمد ربيع الدهي، الباحث في العلاقات الدولية ومختص بالشأن التركي، كنت معنا من القاهرة، شكرا على هذه المداخلة.